بس هذا اوقاتكم يا رب. نبدا بسم الله ما شاء الله معكم ابن الشام. حبايب قلبي ما احطول مقدمه عليكم، بتمنى من الجميع مشاهده الفيديو للاخير. ليش؟ لوجود معلومات قيمه باذن الله بكل لحظه وبكل ثانيه بهذا الفيديو. بتمنى اللي ما له مشترك بالقناه يشترك، حطوا لنا لايك وفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل جديد. طيب اخواني، شو هن مضادات الحيويه؟ طبعا في عندي فيديو ثاني، يعني هذا جزئين عشان ما يكون فيديو كثير طويل عليكم، فقسمته لجزئين. الجزء الاول هذا ان شاء الله رح نحكي فيه عن الليمون مع العسل والثوم، والشيء الثاني اللي هو الكركم، والشيء الثالث اللي هو القرنفل. طيب كيف انا فيني اقدم؟ لانه في كثير من الشباب ما بيعرفوا يقدموا الثوم والليمون والعسل لحد الساعه هاي، ولا حتى القرنفل ولا حتى الكركم. ممكن تكونوا انتم اول مره عم تسمعوا بهي المضادات الحيويه. نحن تعودنا نقول الثوم وتعودنا نقول خل التفاح، فعلى الانسان شوي يتطور. انا ما عم اعطيكم شيء كيماوي ولا عم بعرض لكم اي دواء كيماوي، كله طبيعي ان شاء الله باذن الله. اول شيء بالنسبه للثوم والليمون مع العسل، كيف انا بقدمه؟ عندي هاي المشربيه وعندي هذا سن الثوم، بدكم تسموه فستوم سن ثوم اللي بدكم اياه، نص سن الثوم. عندي هون معلقه صغيره، بحط لها شويه عسل، يفضل يكون عسل طبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هذا نص سن ثوم مع العسل، مثل ما انتم شفتوا هون قدام عينكم حطينا معلقه العسل. عندي هون خمس نقاط من الليمون. بسم الله، واحد اثنين ثلاثه اربعه. هلا انا عندي صار هون الثوم مع العسل مع الليمون، تمام اخواني. انا بجي بسم الله الرحمن الرحيم عبيناها، تمام. بجي هون انا ما بحط له اياها بالقفص دغري، بحط له اياها بهالطريقه هاي بنقعها. يعني تمام 6 ساعات بنقعها، 6 ساعات. بعد 6 ساعات بيكون الطير عطش، بقدم له اياها. ثاني يوم اخواني برجع بعيد الكره هاي مره ثانيه، 3 مرات بالاسبوع. انا عم بحكي هون وقايه، ما عم بحكي انا علاج، انا عم بحكي وقايه. هاي وقاية، أنا ما عم عالج طير عندي مثلا طير مريض مثلا معه عرق أزرق، عنده التهاب الأمعاء مثلا كذا، لا أنا عم بحكي وقاية. 3 مرات بالأسبوع، تمام، تعطيش 6 ساعات. بعد 6 ساعات بقدم له إياها. ثاني يوم بكب المي، برجع بحط سنتوم، بحط معلقة عسل وخمس نقاط ليمون. ننتقل للعامل الثاني اللي هو الكركم. والكركم يعني ما بيعرف شو هو الكركم اخواني، هذا هو الكركم وهذا هو اسمه بالانجليزي، ان شاء الله يكون واضح عليكم. ولح احط لكم صوره مشان تعرفوه انتم. انا عندي اياه هون بودره. اول شيء بيحل مشاكل الجهاز الهضمي، بيعمل على حمايه الكبدان والطفيليات الموجوده بالامعاء، منشط الكبد، يساعد على التخلص من التشحيم، مناعة كامل لجسم، مضاد للسموم ولدغات الحشرات. يعني في عندك طيور بتلاقيها مثلا اكله لدغه من بعض الحشرات اللي هي مثلا الدبابه مثلا البعوضه اي شيء، كمان بيساعد على التخلص من هذا الموضوع والتخلص من الاسهال المزمن. هي طريقه تقديمه لطيور الكناري. شو هو الكركم؟ تمام، انا في عندي مثلا طريقتين، اول طريقه بالاكل والثانيه طريقه بالمي. اول طريقه اللي هي معلقه كبيره على كيلو اكل، يعني الخلطه اللي عم تقدم له اياها انت للطير معلقه كبيره تبع الاكل تبع الطعام، او عندك انت مثلا معلقه صغيره اللي هي هي تبع السكر، تمام اخواني، على لتر مي. يعني طريقتين، اول طريقه معلقه كبيره طعام على كيلو اكل، والطريقة الثانية اللي هي معلقة صغيرة على لتر مي. اخواني اخواتي، هلا بجوز في عالم مثلا تقول ليش عم تحكي انت بسرعة كذا مشان ما يكون الفيديو طويل، بس انا هلا معطيكم شو فوائد الكركم، شو فوائد القرنفل، شو فوائد الثوم والليمون. انتو عم تسمعوا كلامي، فيكم تطبقوه انتو على طيوركم. لما انت تشوف عندك مثلا طير في عنده مثلا التهاب امعاء، بقدم له قرنفل، تمام اخواني.
فبشوف انا في عندي طير مثلا عفوا منكم عنده اسهام مثلا اقدم له قرنفل او اقدم له كركم او اقدم له مثلا توم والليمون مع العسل. فهلا انتم اسمعوا الفيديو تبعي للاخير وخذوا النتيجه وخذوا الزبده تمام وطبقوها على طيوركم. حط لي فاصل. يا حبايبي هذا هو القرنفل، رح احط لكم صوره انا عنه يلي ما بيعرف القرنفل. هذا هو القرنفل. طيب شو فوائد القرنفل؟ في له فوائد كثير عديده، من السموم والميكروبات، ساعد على الهضم، بقوي الصوت عند التغريد، وقت انت عندك طير مثلا ما عم يغرد قوي حط له قرنفل، اذا عندي طيور انا مشحمه كمان حط له قرنفل، بيحمي الكبد والامعاء، بيحتوي على معادن وكالسيوم وفيتامينات، بدفي الجسم الطيور بفصل الشتاء. بيعالج بعض الامراض التنفسيه عند طيور الكناري وطيور الحصون مثل الربو وضيق التنفس تمام. ولما تلاقي انت طيور عم تفتح تمها وتحرك الشهيه. واخر الشيء اللي هي منشط جنسي بموسم التزاوج. طيب اخواني في عندي انا هون 3 روس قرنفل بحطها او بنقعها على نص لتر مي تمام ساعه كامله، وبعد ساعه بصفيها وبقدم فقط المي للطيور. وفي عندي طريقه ثانيه اللي هي هذا راس قرنفل تمام اخواني، بحطه على المشربيه بقلب المشربيه تمام، وبعبيها مي. هي عبيناها مي بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما انكم ملاحظين انتم هون هاي المشربيه عبيناها مي، وراس القرنفل بقلبها بحطها لمده يوم كامل. بعد يوم كامل بيجي انا طبعا بكون معطش الطيور، بعد يوم كامل بكب المي مره واحده بالاسبوع. كمان حتى كمان 3 روس لقرنفل اللي نقعناه هون بنص لتر مي كمان مره واحده بالاسبوع تمام اخواني. بتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، واذا عم تستفادوا من فيديوهاتي في فكره بسيطه قبل ما تسكروا انتم اخواني او قبل ما ننهي هذا الفيديو. يلي استفاد من القناه وانت شفت هاي القناه فاتك بالمعلومات ان شاء الله باذن الله، بتمنى منكم تبعتوا لي على الخاص مثل ما وعدت لي الاخت. مقطع صغير يلي هو عباره عن شو طلعت الفراخ ب 2021 وشو استفادت من هاي القناه يلي هي قناتي وقناتكم اخواني. تبعتوا لي اياها على الخاص لحتى نزل طيوركم على هاي القناه، لانه هاي القناه بالنهايه بالبدايه بعد رب العالمين ان شاء الله قناتكم وقناتنا لحتى نكبر سوا ان شاء الله. بتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم.